إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي المنجية من عذاب أليم والموصل إلى رحمة الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا ريب ولا شك أن تربية الأولاد فرض لازم وحتم واجب على الوالدين، ذلك أن الله جل وعلا أوصانا بالأولاد خيرا، بل أمرنا بإنقاذهم من النار. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل فقال: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولتعلموا يا عباد الله أن التربية لا تقف على نوع معين، وإنما لها مجالات شتى. ومن أنواع التربية التربية العاطفية، ذلك أن الأطفال لديهم مساحة عريضة من الأرض التي لا يمكن أن تروى إلا بعاطفة جياشة معتدلة من قبل الوالدين. ولذلك الأولاد حينما تروى عاطفتهم هذه ينشؤون نشأة سليمة، ويكون لديهم من الإمكانات التي تجعلهم أسوياء بعيدين عن الأمراض العقلية والنفسية وغيرها الشيء المعلوم. ومردود ذلك النشأة الأولى التي نشأوا عليها في أحضان والديهم، حينما أمدوهم بهذه العاطفة وأغرقوهم بهذه الرحمة والحنان. وأما إذا لم يكن للأولاد نصيب من هذه التربية العاطفية، ففي الغالب أنهم ينشؤون نشأة اعوجاج، يعانون أزمات ويعانون عقدا في حياتهم يحملونها طوال حياتهم، عافانا الله وإياكم. ولذلك المربي الأول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه كان يربي أولاده وأولاد بناته وأولاد المسلمين على أمور الدين والأخلاق والقيم، كذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي جانب العاطفة مساحة كبيرة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك عباد الله أنه كان كثيراً ما يقبل أولاده وأولاد بناته، حتى إنه مرة من المرات قبل حسناً أو حسيناً، وكان عنده الأقرع ابن حابس التميمي، فقال: تقبلون صبيانكم؟ عندي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وذكر عليه الصلاة والسلام
أن هذا التقبيل إنما هو رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده الرحماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أولاده وأحفاده صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شك بأن هذه القبلة تمنح الطفل عاطفة تغذيه في مسيرة حياته. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانق أولاده وأولاد بناته ويضمهم إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الصدر الدافئ الذي يشعر الطفل فيه بأمان وبحنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدعوًا عند أحد الأنصار، يقول الراوي: فلما رأى حسينًا تقدمنا وأخذ يفتح يديه هكذا ليضم حسينًا فضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ومن التربية العاطفية التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس الأطفال، فهذا جابر، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار وإذا مر على صبيانهم سلم عليهم ومسح على رؤوسهم. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العالية، ولم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة أن يتواضع مع هؤلاء الأولاد فيمنحهم شيئا من العاطفة، وإنها تربية وربي تصنع من الأطفال رجالا بحول الله تعالى وقوته. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الأطفال داعبهم ومازحهم، يقول جابر بن سمرة: رآنا النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الأطفال فأخذ بخدود كل واحد منا ثم أخذ بخدي، يعني فرك خده، يقول: فشعرت ليده كأنها جونة عطار. يد النبي صلى الله عليه وسلم ينضح منها مثل جونة العطار، يعني مثل الطيب والمسك صلى الله عليه وسلم. فبقي جابر ابن سمرة يذكر هذا الموقف الذي منحه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دافعاً قوياً في حياته عليه الصلاة والسلام. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي الأطفال ويتواضع معهم صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا ابن لأم سليم، أخ لأنس بن مالك، وهو ابن طلحة، ابن أبي طلحة الأنصاري، أخ لأنس من أمه يقال له أبو عمير. زارهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا فقال: ما بال أبي عمير؟ قالوا: مات نغره. والنغر هو الطير، كان يربي طيرا في بيته، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأله من باب تخفيف وطأة الحزن على قلب الطفل، فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الأطفال ويمنحهم هذه العاطفة، وهي ركن أساس من أساسيات التربية الصحيحة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي أولاده وأولاد بناته وأولاد المسلمين بالنصائح وبالمواعظ وبالتوجيهات، فلا يتركهم هكذا. أردف ابن عباس ابن عمه خلف ظهره وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك الحبل على غارب الأطفال، وإنما كان يرشدهم ويذكرهم ويعظهم ويعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التربية العاطفية لا بد أن تقوم على توازن واعتدال وليس على إفراط وتفريط. فإن تدليل الولد ومنحه كل ما يرغب فيه ويطلبه لا شك بأنه انحراف في جانب التربية، لأنه بالمجزوم المحقق مخرجاته أولاد رخويون، أولاد لا يصلح أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يتحملوا الصعاب. لأن الوالدين لأن المربي إذا وفر لهما كل شيء فإن هذا سيورثهما اتكالا وضعفا وانهزامية واهتزازا في شخصية الولد. ولذلك عباد الله، التربية العاطفية من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الأسوة والقدوة الحسنة لنا جميعا يجب أن نعملها في حياتنا، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي حصل انفصال بين الآباء، الذي حصل انفصال كبير عند كثير من الآباء والأمهات مع أولادهم بسبب هذه المشوشات وبسبب هذه الملهيات وبسبب هذه الأمور التي خطفت أولادنا، حتى أصبح هناك تغول عظيم لدى أولادنا في هذا الجانب، فقست القلوب وتصحرت الصدور وجفت المشاعر وأصبح وماتت تلك الحرارة العاطفية التي بين الآباء وبين أولادهم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتلتفتوا إلى هذه القضية، قضية التربية العاطفية، لأنكم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل. صحيح كثير من الأولياء من أولياء الأولاد قاموا بالتربية على دين الله وعلى الصلاة، وقاموا بتربية الأبدان، وقاموا بتوفير كل ما من شأنه أن يحافظ على صحة الأولاد، لكن هذا الجانب الملاحظ في زماننا هذا على وجه التحديد أن الشقة قد اتسعت والمسافة قد تباعدت بين كثير من الآباء وأولادهم وبين كثير من الأمهات وأولادهم. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. وإذا ما نظرنا في قضية ضعف التربية العاطفية عند بعض الناس نجدها ترجع إلى أسباب، منها أولاً الجهل الذي يعيشه بعض الناس، ذلك أن من الناس لديه جهل أورثه مثل هذه التصرفات ومثل هذه القضايا. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم، ويجب على الإنسان أن يترقى في معارج العلم، وأن ينال من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه النجاة والخير في الدنيا والآخرة. السبب الثاني عند بعض الناس البيئة
التي يعيش فيها لسيما البيئات القاسية مثل بيئة الأعراب، فلقد أتى أعراب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأوه يقبل أحد أولاد بناته، فقالوا: تقبلون أولادكم؟ نحن ما نقبل أولادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ ورأى أحد من ولاهم عمر ابن الخطاب، وقد أتى إليه رأى عمر يقبل ولدا له ويضمه ويشمه، فقال: وأنت أمير المؤمنين؟ ما قبلت ولدا أبدا. فقال له عمر: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ثم عزله عن الولاية وقال له: إذا لم يكن لك رحمة في قلبك تجاه ولدك فكيف يكون لك رحمة للمسلمين؟ كذلك عباد الله، بعض الآباء والأمهات قد تكون طفولتهم صعبة، حيث إنهم لم يجدوا هذه المنح العاطفية من آبائهم وأمهاتهم، فيرثونها ويتخلقون بها ويجعلونها طبعاً وعادة، ويكررون الخطأ الذي وقع فيه الآباء والأمهات ويمارسونه عملياً مع أولادهم، وهذا لا شك بأنه خطأ كبير، فإن الغلط لا يعالج بالغلط والخطأ لا يعالج بالخطأ. ومن العيب أن يعيش الإنسان في جلباب أبيه الذي كان مخطئاً في تعامله مع أولاده، وإنما الواجب أن ينتفض على نفسه وعلى ذاته، وأن يعالج هذا الخطأ، وأن لا يمارس هذا الدور الذي مارسه والده معه. فاتقوا الله في أولادكم. ومن الأخطاء ومن الأسباب التي منعت كثيراً من الأولاد أن ينالوا حظاً من هذه التربية العاطفية المشاكل الزوجية، وهذه كثيرة في زماننا، فإن كثيراً من الأولاد وقعوا ضحية نزاع بين الوالدين، نزاع بين الوالدين أدى إلى فراق أو إلى شبه فراق، ولكنهما جعلا الأولاد ورقة ضغط يحرقونها أمام تحقيق أوطارهم ورغباتهم وأهوائهم، ويكون الضحية هؤلاء الأولاد الذين لم ينالوا شيئاً من هذه التربية العاطفية. والسبب في ذلك هذا النزاع وهذه المعركة القائمة بين الزوج وبين زوجته، وضاع الأولاد ما بين هنا وها هنا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ينشأ الأولاد وقد حملوا عقدا نفسية وحملوا أمراضا ربما توجهت سهامها إلى الوالدين، وهذا كثير في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى الأب وعلى الأم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبعدوا الأولاد عن جحيم ونار مشاكلهما، وأن يمنحونهم الثقة والعاطفة التي تجعلهم أسوياء يعيشون كبقية الأولاد. الحديث ذو شجون والجعبة ملأى، وحسبي من الكلام ما ذكرت في الخطبة الأولى والثانية، إنما هي عناوين عريضة وتطوافة عجلة حول موضوع يحتاج إلى مساحة كبيرة من الحديث ومن الكلام، لكنني أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلت، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبيه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا.